يوم أمس مندوبنا في مجلس الأمن قدم لمجلس الأمن إحاطة شاملة ووافية عما يحصل خلال الأيام القليلة الماضية في صنعاء من قتل يعني للعشرات والمئات واعتقال للآلاف من قيادات الصف الأول والثاني، القيادات المدنية والعسكرية والأمنية والإعلامية من في المؤتمر الشعبي العام. هناك آلة قتل مجنونة يقودها عبد الملك الحوثي وتدار وتوجه من طهران. للأسف حتى الآن لا زال الاعتقالات ولا زالت القتل مستمرا، وكل ساعة تأتينا بيانات جديدة ومعلومات جديدة. والأمم المتحدة ومجلس الأمن مطالب اليوم قبل أي وقت مضى كون اليمن تحت الفصل السابع بالتدخل لحماية الأمن والسلم في اليمن، والذي بتهديده يحصل تهديد للأمن والسلم الدوليين. كذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي يوجد لديها مكتب في صنعاء، الصليب الأحمر، كافة منظمة الأمم المتحدة مطالبة اليوم أن تحمي المدنيين في صنعاء من آلة البطش. هناك إصابات قتل كما أكدها محمد علي الحوثي رئيس ما تسمى اللجنة الثورية لديهم، وأكد على أن على كافة المجاميع التي دخلت في الأيام الماضية أن تغادر، مما معناه أن هناك مجاميع قتل وعصابات قتل دخلت قبل مقتل علي عبد الله صالح، وهي الآن التي تعيث في الأرض فسادا. الوضع كارثي إنسانيا في صنعاء، ويستدعي كل القوى المحبة للسلام وكل القوى التي تؤمن بحقوق الإنسان نعم أن سيد الوزير. تتدخل لوقف آلة العنف وآلة القتل.